السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ولذيذ جدا من موضوعات الفسيولوجي في برانش ريسبيراتوري سيستم أو الجهاز التنفسي. الموضوع بيتكلم عن حاجة اسمها هايبوكسيا. تعالوا نعرف إيه هي الهايبوكسيا، بتحصل ليه الهايبوكسيا دي وإزاي، ولما بتحصل ممكن ينتج عنها إيه، ونفهمها بالتفصيل وبدايجرامز حلوة كده بإذن الله. نركز مع بعض يا شباب. الهايبوكسيا كلمة هايبو معناها نقص، وأكسيا اللي هي أكسجين فهو نقص الأكسجين، بس كلمة هايبوكسيا يقصد نقص الأكسجين عند التيشو، عند النسيج، عند الخلية اللي رايح لها. طيب إزاي يعني؟ هو مش لما يبقى نقص في الدم يبقى نقص عند التيشو كده كده؟ أفهمك بالتفصيل، بس واحدة واحدة معايا. أنا عايزك دلوقتي تفرق لي ما بين ثلاث كلمات، ما بين كلمة هايبوكسيا وما بين كلمة هايبوكسيميا وما بين كلمة أنوكسيا. تعال ناخد الأول الأولى والثالثة. هايبوكسيا الأكسجين بيروح للتيشو بس أقل من الاحتياج، يعني أنا محتاج أكتر من اللي بيجيلي فعندي نقص. طيب إنما أنوكسيا اللي هي أنوكسيا معناها مفيش أكسجين خالص رايح لمين؟ للتيشو. ده complete absence، غياب كامل للأكسجين اللي بيروح. طيب ايه بقى الفرق ما بين هايبوكسيا وهايبوكسيميا؟ بص يا حبيبي، لو ده دلوقتي البلاد فيزل اللي بيروح يودي اكسجين للسيل او التيشو ده، لو احنا قلنا ان كلمه هايبوكسيميا معناها هايبوكس اللي هي ناقص الاكسجين، ايميا معناها في الدم، فالاكسجين ناقص في الدم، فاي حد عنده هايبوكسيميا هيبقى الاكسجين اللي رايح للتيشو قليل فهيبقى عنده هايبوكسيا. يبقى الهايبوكسيميا هو نقص الاكسجين في الدم، انما الهايبوكسيا نقص الاكسجين عند التيشو. بيختلف بقى، يقول لك كل هايبوكسيميا لو الاكسجين هنا ناقص فبالتالي طبيعي جدا هيبقى هنا ناقص، صح ولا لا؟ طيب هل بقى لو هو حد عنده هايبوكسيا لازم عنده هايبوكسيميا؟ لا، ممكن الاكسجين يبقى في الدم طبيعي ولكن مش عارف يوصل للتيشو لاي سبب من الاسباب، زي ما احنا هنشوف ان شاء الله مع بعض دلوقتي. يبقى هايبوكسيميا نقص الاكسجين في الدم، انما هايبوكسيا نقص الاكسجين في التيشو. كل هايبوكسيميا ينتج عنها هايبوكسيا، وليس كل هايبوكسيا تحدث بسبب هايبوكسيميا. تمام كده، حلو قوي. يبقى احنا قلنا الهايبوكسيا ونقص الاكسجين سبلاي اللي رايح للتيشوز ده مهمه جدا، وانوكسيا ده كومبليت الابسنس اوف اي اوف اكسجين. تعال بقى انت نتكلم على ان الهايبوكسيا ليها اربع انواع اساسيه. في نوع اسمه هايبوكسيك هايبوكسيا، او بتسميه ارتيريال هايبوكسيا، وهنشوف ايه سبب التسميات دلوقتي. النوع الثاني اسمه انيميك هايبوكسيا، النوع الثالث اسمه ستاجننت او اسكيميك هايبوكسيا، النوع الرابع اسمه هيستوتوكسيك هايبوكسيا. تعال نفهم واحده واحده عشان تفهم الاربع انواع، احكي قصه كده صغيره وبعد كده نبدا ناخد الساينتفك مينينج بتاعها. اول حاجه تخيل كده احنا عندنا مصنع، وليكن مصنع مثلا سكر، تمام، مصنع رز، مصنع اي حاجه بتتصنع يا جماعه. طيب المصنع ده المفروض انه بينتج كميات معينه في الطبيعي عشان خاطر يبدا يوزعها على فروع التوزيع الصغيره او فروع الدكاكين الصغيره. فهذا المصنع بيبتدي يصنع، العربيات تاخد البضاعه تمشي عن طريق طرق لحد ما توصل للبلاد اللي عايزه تديها للدكاكين، والدكاكين عندها العمال بتاعتهم اللي يبتدوا ينزلوا البضاعه للدكان، وبالتالي يتلقى الشعب احتياجاته من هذا السكر، شعب زي السكر. طيب امتى بقى اقول ان الحاجه الموضوع ده في حاجه اسمها هايبوكسيا او هايبو مثلا نقص سكر، اللي هي هايبوجلايسيميا يا جماعه عند الشعب؟ طيب قال لك لما الدكان ما يجيلهوش بضايع، او ما عرفش يبقى فيه بضاعه، يبقى هنا في نقص بضاعه في الدكان، ساعتها اقول ان ايه الشعب او الناس بتعاني من نقص السكر. طيب ايه بقى الاسباب اللي ممكن تعمل كده؟ يا مشكلة هنا، يا مشكلة هنا، يا مشكلة هنا، يا مشكلة هنا. ازاي؟ مشكلة هنا ان المصنع نفسه بقى يصنع قليل جدا او ما بيصنعش، فبالتالي مفيش عربيات هتروح تمشي على الطرق دي، فبالتالي مش هتودي بضاعة هناك. يبقى ممكن مشكلة في المصدر، في المصنع. وده بشبهه بالهايبوكسيك هايبوكسي عشان ممسك لك كل نوع لوحده دلوقتي وفكرك تفتكر القصة. طيب ممكن المصنع بيصنع زي الفل، بس المفروض عشان ألبي احتياجات الناس كلها لازم يروح 100 عربية هناك، 100 من دول. أنا دلوقتي لقيت اللي موجود عندي دلوقتي متصلحين وقادرين يروحوا، أو اليوم سواقين هم 20 عربية، يبقى في 80 عربية ناقصة.
يبقى المشكلة مش في المصنع، إنما المشكلة في وسيلة النقل، صح؟ الدم اللي بيودي، يبقى هنا ده اللونج، صح؟ اللي بتاخد الأكسجين، وبعد كده الدم اللي بيبدأ يمشي عن طريق البلاد فيزل يروح للتيشو، لو أنت ما خدتش بالك لحد دلوقتي من التشبيه. فممكن العربيات هي اللي تكون ناقصة، فلو ناقصة العربيات أو موجودة العربيات بس بايظة مش هتشتغل، يبقى إذا مفيش حاجة تمشي على الطرق مفيش حاجة تودي سكر. طيب بص يا سكر، لو ده مفيهوش مشكلة، مصنع صنع زي الفل والعربيات مية وزي الفل، بس العربيات وهي ماشية لقيت الطريق بتاعي مقطوع، في حتت فيها كسر فمعرفتش تعدي، صح؟ فبالتالي أصبح العربيات مش هتروح الدكاكين، فالدكاكين هيبقى عندها نقص سكر، صح ولا لأ؟ لده بنقول عليه العربيات تفضل واقفة، ولما تفضل واقفة كأنها راكدة، وكلمة راكدة أي ركود معناها stagnant، جاي من كلمة stagnation، ومعناها ان الدم ما بيروحش، والدم اللي ما بيروحش للتيشو معناها ده اسكيميا، فسميناها اسكيميك هايبوكسيا. وهنشوف ايه الحاجات اللي تعمل كده دلوقتي. ممكن سعادتك بقى النوع الرابع السكر، المصنع بيتصنع زي بيصنع زي الفل، العربيات متواجده فيهاش اي مشكله، الطريق سالك وحرير زي طريق الشيخ زايد، خلاص. بس المشكله كلها في مين بقى؟ الدكان. المفروض الدكان ده يبقى عنده عمال، العمال دول ياخدوا البضاعه ينزلوها، مفيش عمال، يبقى العربيات ولا كانها راحت، فما فيش بضاعة تنزل المحل أو الدكان، فما فيش سكر هيتوزع، في النهاية يعتبر نقص. فده بنقول عليه هيستوتوكسيك هايبوكسيا، لأن فين العمال حضرتك؟ قصدي حد سمهم، حد موتهم، فقلنا عليها هيستوتوكسيك هايبوكسيا، أي إن الإنزيمز اللي هي العمال اللي موجودين عند التيشو اللي بيساعدوا في استهلاك الأكسجين أو إن إحنا ناخده، مش موجودين لأن هما باظوا بتوكسيسيتي، اتسمموا، حد قتلهم. صعب الكلام ده؟ ده كده بالنسبة ليه القصة عامة. تعالى نمسك نوع نوع فيهم ونفهم كل نوع بيحصل ليه وازاي بالتفصيل. تعالى نشوف، تعالوا بقى نبدأ نتعرف ايه هي اسباب الهايبوكسيا واحد واحد. اول نوع فيهم اللي هو الهايبوكسيك هايبوكسيا، المشكلة كلها في المصنع او اللي احنا بنسميه اللونج، صح؟ ان هي مش عارفة تاخد هواء، في مشكلة في الهواء اللي بيدخل لها، يا اما مشكله ان هو مش عارف يدخل لها عشان هو بره قليل، يا اما هي نفسها فيها مشكله زي ما هنشوف بالتفصيل. طيب يبقى في النهايه ساعتها الاكسجين اللي هيدخل للدم هيبقى قليل، انما الدم نفسه مفيش مشكله، مشكله في الاكسجين اللي بيجي للدم. يعني تخيل ان ده الدم ودي الالفيولس الحويصله الهوائيه اللي بتدي له الاكسجين، هنا مفيش مشكله، المشكله كلها هنا في السيستم اللي فوق ده، ان انا مش عارف اخد الهواء من بره، او الهواء بيدخل بس مش عارف يعدي للدم لاي سبب من الاسباب. طيب انا ببدا اقسمها كالاتي، يا اما ناقص الاكسجين بره في الهواء الجوي، لو انا رسمت بنو ادم بالمنظر ده كده اهو، وادي مناخيره وادي بقه، خلاص المفروض انه بياخد الهواء كده ينزل على اللارينكس او الحنجره قصبه هوائيه قصيبات، وبعد كده يتفرع لحد ما يدخل اللنج. اول حاجه ممكن المشكله انه مش عارف يدخل، ليه؟ لان في نقص الهواء، نقص الاكسجين في الهواء الجوي من بره، فبنقول عليها لو اكسجين بريشر، او البارشال بريشر بتاع الاكسجين بيبقى قليل، ضغط الاكسجين بيبقى قليل، خلاص. طيب قليل ليه؟ قال لي في الهاي التيتيودز او الماينز، الهاي التيتيودز اللي هي الجبال العاليه المرتفعات العاليه، ناس بقى اللي بتطلع مثلا جبل سانت كاترين، فكل ما يطلع يلاقي نفسه بينهج، خلاص. ليه النهجان؟ عشان يعوض نقص الاكسجين. طيب ليه كل ما بنطلع كل ما ضغط الاكسجين بيقل؟ لان الضغط الجوي عموده اللي بيرفع الانسان بيقل، فالقوه ضغط الاكسجين اللي بيزق الاكسجين جوه السائل جوه الانسان بيقل، فكميته بتقل في جسمي، يبقى انا جسمي مفيش مشكله، المشكله جوه كلها بره، فبنقول عليها لو اكسجين تنشن، نقص الضغط بتاع الاكسجين في الانسباير دير الهواء اللي انا بستنشقه، يا اما في الهاي التيتيود، يا اما في الماينز المناجم، المنجم ده مكان تحت الارض بكتير جدا مقفول، فالاكسجين فيه قليل جدا. او ممكن الهواء بيخش زي الفل، بس المشكله كلها بقى تكمن من اول هنا لحد هنا، في مشكله في جزء من الاجزاء دي، فبنقول عليها مشاكل في اللونج اسمها بالمونري ديس اوردرز، ودي بنقسمها لاربع انواع. ايه بقى الاربع انواع دول؟ اول نوع، يا اما انا مش قادر اخد النفس، يعني هو بره كويس ولكن انا مش قادر اخده، فبنقول عليها امبيرد فنتيليشن، التهويه وحشه، او هايبو فنتيليشن، بتتنفس قليل. اتنين، ودي هنشوفها ازاي. اتنين، ممكن انا باخد الهواء بس باجي عند الالفيولس هنا او هنا اعمل ديفيوجن، ان انا اخلي الغازات تطلع مش راضيه تطلع،
ليه؟ لمشاكل المشاكل اللي احنا هنقولها. يبقى امبيرد ديفيوجن خلل في الانتشار بتاع الغازات من الالفيولاي للدم. 3 امبيرد فنتيليشن برفيوجن، خلل ما بين الهواء اللي داخل وكميه الدم اللي رايحه له عشان يعملوا مع بعض جاز اكستشينج، ودي كانت جزء عندنا اسمه امبيرد فنتيليشن برفيوجن ريشو. طيب الحاجه الاخيره بقى، قال لك شانتنج اوف فينس بلاد الى الارتيريال بلاد، الدم الوريدي يروح للشرياني بدون ما يتاكسج، ودي هنشوفها ازاي، ممتعه جدا. ونقعد نقول بقى يعني ايه ثقب في القلب والكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده. احنا وظيفتنا دلوقتي احنا قلنا خلاص ده، يا اما ناس تحت الارض يا ناس فوق الجبل، يا هاي التيديوز يا ماينز مناجم. مشكله كلها في البالمونري ديس اوردرز. هناخد واحد واحد من دول ونفصل ازاي بيبدا يخلي الاكسجين جوه الدم قليل، وبالتالي ايه اللي جوه عند التيشوز. تعالى نبدا نشوف ازاي واحده واحده. صلعنا دلوقتي نبدا نتكلم على اول سبب من اسباب البالمونري ديس اوردرز اللي هو الامبيرد فنتيليشن. انا اصلا مش عارف اخد الهواء بالرغم انه بره كويس، يعني هو هنا كويس ولكن مش عارف اخده لسبب مشكله خلال الايه الباثوي ده. ايه بقى؟ قال لك يا اما المشكله في السنتر بتاع الريسبيريشن، مركز التنفس الريسبيراتوري سنتر، ممكن يحصل في حاجه اسمها ديبريشن، يقل النبضات اللي بيبعتها لعضلات التنفس، فبالتالي مش هعرف اخد نفس، وده ممكن يقلل عدد النفس عندي، يعمل لي هايبو فنتيليشن. طيب فبنسميها ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر، مركز التنفس. ومركز التنفس ده اوريدي بيبقى موجود هنا في جزء في البونس وجزء في المظله، متقسم حاجه اسمها ريسبيراتوري سنترز، مراكز التنفس. في بعض بيحصل ازاي ديبريشن او الهبوط في الشغل بتاعه ده بسبب بعض الادويه، تاثير بعض الادويه زي المورفين. المورفين يا جماعه لو تسمعوا الناس اللي بتاخد مورفين وتتعاطاه بيموتوا من الاوفر دوز بتاعته، لانه لو اخده بكميه كبيره جدا بيعمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر، فممكن يدخل الانسان ان يموت بسبب ما يتنفسش. او الباربيتوريتس، مجموعه المهدئات بقى بتهديك وبتقلل عدد مرات النفس بتاعتك. واخر حاجه الاناثيزيا او ادويه التخدير، الثلاثه دول بيقللوا شغل الريسبيراتوري سنتر، وبالتالي الكهرباء اللي بتروح لعضلات التنفس وبالتالي النفس. يبقى احنا عايزين نتفق على حاجه، كل الاسباب اللي احنا بنقولها دي كلها في النهايه بتخلي الاكسجين جوه الدم قليل. ليه هيقل هنا؟ لانه في مشاكل بره هنا. خلاص، يبقى اول مشكله عند السنترز، سنتر ما بتشتغلش، تلاقي عضلات النفس ما بتشتغلش، ما بتاخدش نفس. 2 قال لك ممكن تكون مشاكل في اللنج، وممكن تكون مشاكل في التشست وول. المشاكل اللي في اللنج نوعين، يا اما نوع اوبستراكتيف يا اما نوع ريستريكتيف، زي ما احنا اتفقنا في اول حصتين. الاوبستراكتيف معناها ان الهواء هو داخل مش عارف يخش، في انسداد قدامه، اوبستراكشن. طيب الاوبستراكشن ده قال لك ممكن يكون بسبب اكيوت برونكيال ازمه، واحد عنده ازمه ربو وحصل له برونكوس بازم، ان البرونكاي دي اتضيقت قوي خلاص كده، ولما دي تضيق نسميها برونكيال ازمه، تحصل اكيوت لدرجه مش عارف ياخد نفسه. طيب فبالتالي الهواء مش بيدخل فما بيروحش للايه للدم كويس. 2 قال لك ممكن انفيزيما الجلالي دي واحده. 3 ايروي اوبستراكشن بفورين بادي. تخيل كده الناس الاطفال اللي بيبلعوا كوين، تخيل بلع كوين وقف هنا عند الحنجره عند اللارينكس، قفل الحته دي صح ولا لا؟ ولما يقفلها سنتج شو ده تاخد النفس، هيبقى فيه اوبستراكشن بفورين بادي. ايه بقى حوار الانفيزيما ده يا دكتور؟ تعال نشوف الانفيزيما. لازم الدقه يا ولاد احمر هو اللي نعلم بيه. تخيل كده ان ده شويه بلاد كابيلاريز، والالفيولس بتاعتي بتبقى موجوده بالمنظر ده، وبيبقى ليها سبته حواجز. الحواجز دي فكرتها في الالفيولاي انها بتزود السيرفيس اريا، فبالتالي بتساعد ان انا اعمل جاز اكستشينج اكتر. الناس اللي عندهم انفيزيما بيحصل عندهم نقص الانزيم اسمه الفا 1 انتي تريبسن، فبيحصل حاجه اسمها الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي. الانزيم ده لما بيكون موجود بيبقى فيه انزيم كده اسمه ايلاستيز، الايلاستيز ده بيكسر الايلاستيك تيشوز اللي في الجسم، زي مثلا السبطه اللي موجوده ما بين الالفيولاي. الانزيم ده فايدته ان يمنع شغل الايلاستيز، فبالتالي احافظ على الالفيولاي بتاعتي سليمه. ايه اللي بيحصل لما بينقص الانزيم ده؟ ممكن يكون نايس كونجينيتالي او لاي سبب من الاسباب اللي بنقولها بعد كده، فبالتالي الايلاستيز يبدا يحصل له اكتيفيشن، فلما يشتغل كتير يكسر السبته اللي موجوده ما بين الالفيولاي، فبالتالي السبته دي كانت بتحافظ على وايد سيرفيس اريا، مساحه سطح كبيره، لما شلناها ايه اللي يحصل؟ تقل السيرفيس اريا بتاعت مين؟ بتاعت الالفيولاي. ولما تقل السيرفيس اريا ما اعرفش اعمل جاز اكستشينج كتير، فالدم
الاكسجين بيدخل للالفيولاي عادي، يعني الاكسجين هنا نورمال اكسجين بريشر، الضغط الاكسجين هنا كويس جدا، ولكن المشكله كلها مش عارف يروح للايه، للدم، مش عارف يروح للدم، في مشكله في الجاز اكسشينج ليه بسبب نقص السيرفيس ايريا. يبقى هنا نقص السيرفيس ايريا، وده بيحصل في الامفيزيما، تمام كده. طيب يبقى كده خلصنا من الاوبستراكتيف لونج ديزيزز. تعال ناخد بقى الريستريكتيف. الريستريكتيف بقى او مشاكل الريستريكتيف هي في اللونج، في التشست وول. في اللونج اول حاجه 3 سي وبعد كده فايبروزس، كولابس كومبريشن كونسوليديشن. يعني اول واحده كولابس، قال لك ان الالفيولاي دي يحصل لها كولابس، تفش وتطلع كل الهواء اللي فيها، حتى الريزيدوال فوليوم الدكتور اللي كان بيتبقى حتى بعد ما تطلع زفير عميق ده، حتى بابا الريزيدوال فوليوم هو ده لونج كولابس، انها بتفضي 100% من الهواء اللي جواها. طب ده ممكن يحصل ازاي يا دكتور؟ ممكن يطلع تيومر. التيومر ده مثلا ممكن يطلع على هنا، فلو طلع تيومر في المنطقه دي يضغط، فلما يضغط النيجاتيف بريشر اللي موجود اللي بيساعد على السكشن مبقاش موجود، لان انا لما ضغطت كده مبقتش عارف اسحب هواء، صح ولا لا؟ فبالتالي دي تفش. يبقى ممكن كولابس لو طلع تيومر عند الالفيولاي او الباثوي اللي هو الاير واي باسج، يبقى كولابس بتيومر او كومبريشن. كومبريشن مين اللي يضغط يا دكتور؟ قال لك نيموثوركس. تخيل كده واحد غز واحد بمطوه هنا اهو، افكرك كده ان الاسود ده عباره عن الريبس، وان الاحمر ده العضلات اللي ما بين الضلوع ما بين الريبس انتركوستال ماسلز. لو انا دلوقتي غزيتك بمطوه هنا، الهواء هيبتدي يدخل هنا، ادي الاير، سميناها نيموثوركس. النيموثوركس ده المفروض ان جوه ما بين طبقتين البلورا الازرق والاخضر كان نيجاتيف انترابلورال بريشر، وده كان من ضمن وظايفه بيساعد على السكشن فورس ان يسحب هواء فيخلي الالفيولاي منفوخه. فساعتك بقى لما يبدا يدخل الهواء يزيد البريشر، ولما يزيد البريشر يضغط، ولما يضغط على اللنج الالفيولاي تو كولابس، ولما تكولابس ما تشيلش هواء، يبقى في الاخر الهواء جوه الالفيولاي هيقل فمش هيعرف يروح للدم. طيب كده خلصنا من الكمبريشن والكولابس، كولابس بتيومر او كمبريشن بنيمو ثوركس اهو. الحاجه رقم 3 كونسوليديشن، كونسوليديشن بنيمونيا. ايه النيمونيا دي؟ قلناها التهاب رئوي. التهاب الرئوي ده الالفيولاي بدل ما بتتملى هواء تتملى ميه وبص صديد، فساعتك بعد شويه البص ده يبدا يخلي الوول يحصل فيه فايبروزس، صح ولا لا؟ فده بنقول عليه والالفيولاي تتصلب وما يعرفش نعمل جاز اكسشينج، يبقى في كونسوليديشن. او رقم 4 والاخيره في اللونج من الريستريكتيف فايبروزس بتي بي. تي بي اللي هو اختصار تيوبركلوزس، مرض السل او الدرن، بنقول عليه السل. الدرن ده المفروض ان بكتيريا بتدخل، خلاص اللي هي البكتيريا بتاعه تي بي تدخل، في النهايه ده عباره عن كرونيك انفلاميشن، الاميون سيستم بيحاول يشتغل، فبحاول ان انا اهيل التام بفايبروزس، فتلاقي ان الالفيولاي الجدار بتاعها بدا يبقى فايبروزد بالمنظر ده اهو. ولو وضحناه دي الفيولس، هتلاقي هنا بدا يحصل فايبروزس تليف. في تليف في مين؟ قال لك في الريسبيراتوري ميمبرين او البالمونري ميمبرين اللي هو بيبدا يعمل على الجاز اكسشينج، تمام كده. طيب في بقى مشاكل في التشيست وول، سميها تشيست وول ديفورميتس، يا اما مشاكل في العضلات، يا مشاكل في العمود الفقري، يا مشاكل في العضلات. ازاي؟ قال لك مشاكل في العضلات بوليوميلايتس، الناس اللي عندهم شلل الاطفال، شلل الاطفال ده ان العضلات بقى فيها باراليسز بما فيها ريسبيراتوري ماسل، ما تقدرش تتحرك فما تقدرش تاخد نفس، فالهواء اللي بيدخل لك قليل، صح ولا لا؟ فالاكسجين يروح للدم قليل. طيب اثنين، قال لك هات مايوباثي عشان نخلص منها. مايو عضلات، باثي باثولوجي، في ديزيز في العضلات، بيبقى في سيفير ويكنس في العضلات، عضلات ضعيفه جدا، فبالتالي مش بتادي بروبر فانكشن زي الناس، تاديش وظيفه زي الناس، فبتعرفش ان هي تنقبض، فبتعرفش ان هي تسحب هواء، فبالتالي الاكسجين يروح للدم يبقى قليل. ثلاثه، قال لك حاجه اسمها كايفوسكوليوزس. تعال بص معايا على الصوره دي كده، لو انت شايف الصوره اللي على اليمين دي فيها حاجه اسمها كايفوزس، وكايفوزس معناها ان العمود الفقري مقتب لورا،
يعني في انحناء لورا خالص كده زي ما انت شايفه في الصوره، وده عكس الطبيعي. فبالتالي الانسان يبقى ماشي متني لقدام وظهره بارز لورا. السكوليوزس بقى المفروض العمود الفقري بتاعي نازل مستقيم، يعني لا ميل يمين ولا شمال، فتلاقي بقى بيبدا ياخد الانحناء اللي انت شايفه في الصوره ده، فده نسميه سكوليوزس. الانسان يحصل له حاجه من الاثنين دول، في ناس بيحصلهم الاثنين مع بعض، وده للاسف سيء جدا، اسمها كايفو سكوليوزس. وده يخليك تشوف الصوره الثانيه دي، صوره رائعه جدا. شايف الكايفو سكوليوزس العمود الفقري داخل لجوه ضغط على اللانج وزقيقه ناحيه التشيست وول، فبالتالي انت مش عارف تاخد نفس زي الناس، لان اللانج مضغوط عليها والتشيست وول مزنوق، صح ولا لا؟ فبالتالي مش هتقدر تاخد نفس زي الناس، فبالتالي كميه الاكسجين بتدخل تبقى قليله، فبتروح للدم قليل. دي الاسباب اللي بنسميها امبيرد فنتيليشن. المشكله كلها ان انا الهواء بره كويس ولكن مش عارف اخده، صح كده؟ يا اما المشكله في الريسبيراتوري سنتر هنا عند البرين، يا اما المشكله في العضلات. ده بالنسبه للامبيرد فنتيليشن. السبب رقم 2 امبيرد ديفيوجن. المشكله كلها بقى في ان الغاز مش عارف يعدي، يعني دخل لحد الالفيولاي ولكن مش عارف يعدي. طيب مش عارف يعدي بقى او بيعدي قليل، السبب بقى حاجه من 2، يا اما مساحه السطح قليله، وده يقول لك زي مثلا واحد عامل حاجه اسمها لوبيكتومي. لوبيكتومي اللي هو واحد مثلا شايل لوب او مستقص اللوب من اللنج، كان عنده فيه كانسر فاضطر ان يشيله، فبالتالي عدد الالفيولاي بتقل، فبالتالي كميه الجاز اكستشينج اللي هتحصل تقل، يبقى الديفيوجن يقل، فبالتالي الاكسجين رايح للدم قليل، يحصل هايبوكسيا. طيب او ان الدم يعني الاكسجين موجود عادي عند الالفيولاي ولكن في زياده في الثيكنس بتاع البلمونري ميمبرين، وده قلناه ان البلمونري ميمبرين يحصل فيه فايبروزس، وده يحصل مثلا يا اما واحد عنده بلمونري ايديما او نيمونيا. النيمونيا ان الالفيولاي هنا مليانه بص، فالبص ده يخليها تيل فايبروزس، او هنا بلمونري ايديما مليانه بلمفا، الليمف خليها تيل فايبروزس، فلما يتليف الجدار يبقى تخين، الجاز اكستشن جي ال، فبالنهايه يبقى امبيرد ديفيوجن. ثالث سبب من اسباب البلمونري ديس اوردرز وامبيرد فنتيليشن برفيوجن ريشو، في عدم تناسق ما بين كميه الهواء اللي بتدخل وكميه الدم اللي بتروح لها. المفروض ان انا بودي هواء على قد الدم، لو الدم رايح كويس والهواء اللي داخل قليل فبيعمل جاز اكستشينج قليل، بالتالي هيروح للدم قليل يعمل له هايبوكسيا، وده بنسميه امبيرد فنتيليشن برفيوجن ريشو، ان المعدل ما بينهم بقى غير طبيعي. تمام، ده يحصل يا اما مشكله في الفنتيليشن، مشكله في البرفيوجن اللي هو الدم اللي رايح، مشكله في الفنتيليشن، وده اللي قايله لك اللي هو الانفيزيما. واحد عنده انفيزيما، ودي لسه قايلينها ان السبته الحواجز اللي ما بين الالفيولاي ساعد على السيرفس اريا واسعه باظت بالالاستيز، فبالتالي بقى في سيرفس اريا قليله فالجاز اكستشينج قل، فالهواء اللي بقى يروح للدم قل عن الطبيعي، صح؟ فبالتالي البلاد ريمينز فينس، المفروض ان الدم الوريدي بيبقى غير مؤكسج، دي اوكسجينيتد، يروح يتاكسج في اللونج فيرجع اوكسجينيتد في الارتري، صح؟ فدلوقتي انت اصلا عندك انفيزيما، فالدم بيروح لللونج ما يتاكسش، صح؟ ما يحصلوش اكسجه، فيبقى دي اوكسجينيتد زي ما هو، فراح للارتري كانه زي في الفين، فنقول عليه فينس بلاد. فدي او بنسميها اسم تاني فيسيولوجيكال شنط. شنط معناها تحويله، ان الدم راح من الفين للارتري واصبح برضه فينس زي ما هو، يعني دي اوكسجينيتد بلاد بس موجود في الارتري. السبب الرابع والاخير من البلمونري ديس اوردرز ان يحصل شنطنج للفينس بلاد للارتيريال بلاد، يعني ان الدم اللي في الفين يروح للارتري بدون ما يتاكسج. يا دكتور ما انت لسه قايلها بسبب موضوع الانفيزيما. لا، انا عايز اقول لك ممكن ما يكونش المشكله في الالفيولاي خالص، المشكله كلها بقى في القلب. تخيل كده ان في بعض الاطفال بتتولد بحاجه اسمها congenital heart diseases، ان شاء الله تاخدها في الاطفال بالتفصيل ماده الاطفال، اللي هي عيوب الخلقيه اللي بتولد في القلب، واحنا عنده ثقب في القلب، فمثلا نلاقي ان الventricular septum الحاجز اللي ما بين اتنين ventricle يحصل فيه ثقب بالمنظر ده، فبنسميه ventricular septal defect، ventricular septal defect VSD. طيب قال لك ال VCD المفروض ان الضغط بتاع الفنتريكل الليفت اكبر من الرايت، فتلاقي ان الدم بدا يروح كتير من الليفت للرايت والرايت يبدا يوديه لللنج وهكذا، فالدم بدل ما كان بيجي للرايت فنتريكل من هنا ومن هنا وبعد كده هنا بس،
لا بيجي من هنا وهنا، فكمية الدم في الرايت زادت، ومع الوقت الرايت فنتريكل هيبدأ يحصل له هايبرتروفي يعني تضخم، والهايبرتروفي ده يخلي قوة الرايت فنتريكل قوية فيبتدي يعكس، فيبتدي يمشي الدم من الرايت لللفت، هو ده اللي بنسميه رايت وليفت شنط، وبالتالي الدم الوريدي يروح يبقى في الشريان، فنسميها شنطنج للفينس بلاد الى الارتيريال بلاد. فتخيل المفروض ان انا بجيب الدم متاكسش كده، لا الدم اللي هنا دي اوكسجينيتد راح للليفت فنتركل، دي اوكسجينيتد بدون اكسجين يضخ للجسم دي اوكسجينيتد، هيبقى الدم اللي رايح للتيشو فيه اكسجين قليل يحدث ما يسمى بالهايبوكسيا. فتلاقي ان الارتيريال بلاد ضغط الاكسجين اللي فيه بقى زيه زي الفينس بلاد قليل. دول الاسباب اللي بيعملوا لي البالمونري ديس اوردرز، وبالتالي يعملوا لي النوع اللي اسمه هايبوكسيك هايبوكسيا. تبقى لي اخر حاجه بقى في الهايبوكسيك هايبوكسيا، اخدت كل اسبابها، تعالى نعرف ايه الاعراض اللي بتظهر على العيان اللي عنده هايبوكسيك هايبوكسيا. النوع الثاني من الهايبوكسيا نوع خطير جدا، مش خطير معناها يا جماعه بيموت، خطير معناها حلو قوي قوي، اسمه انيميك هايبوكسيا. بيحصل ساب الانسان عنده انيميا او نقدر نقول مشكله في الهيموجلوبين عموما، وظهر ان المشكله في الهيموجلوبين شكلين، يا اما الهيموجلوبين قليل في الكم فكميه الهيموجلوبين ما تقل يبقى الانسان عنده انيميا، وده الاساس في موضوع الانيميا، يا اما الانسان عنده الهيموجلوبين بس مش قادر يشتغل في عدد ولكن ملوش وظيفه، مش قادر يبقى ليه فانكشن، فقلنا عليه كيفيا وكميا، كميا الكميه قليله وكيفيا مش بيشتغل، فالكميه قلنا عليها كوانتيتيف خلاص، انما الكواليتي اللي هو الكيفيه فقلنا عليها كواليتيف. طيب الكميه يا جماعه يحصل ايه؟ ان كميه الهيموجلوبين قليله يبقى انسفيشنت هيموجلوبين، تمام؟ وده بيحصل في كل انواع الانيميا اللي انت عارفها من برانش البلاد بتاعك، سواء بقى كان ابلاستيك انيميا، سواء كان هيموليتيك انيميا او ايرون ديفيشنسي انيميا، او ايا كان نوع الانيميا اللي انت عارفها، يحصل في كل انواع الانيميا هايبوكسي عادي جدا. طيب الانيميا تحصل بسبب نقص الهيموجلوبين، طب الهيموجلوبين ينقص ليه؟ قال لك ممكن يبقى ابلاستيك انيميا مثلا، صح ولا لا؟ البون مارو مش قادر يصنع، ده اسمها ابلاستيك انيميا، او ان البون مارو بيصنع عادي جدا بس الار بي سيز اللي بتطلع من هنا بتتكسر، صح ولا لا؟ فلما تتكسر اسمها هيموليتيك انيميا، او اصلا ان في خلل في التصنيع بس مش في المصنع، مشكله كلها في الكيدني. الناس اللي عندها بقى رينال ديزيزز بتغسل، عندها نفروزس، عندها رينال فيلير فشل كلوي، في هرمون مهم جدا لو تفتكروه، ايوه احسنت برافو عليك، بيطلع من الكيدني اسمه اريثرو بويتين، احسنت، اللي هو الهرمون اللي بيساعد على عمليه الاريثرو بويسز، كان بيطلع 85% من الكيدني و15% من الليفر. الناس اللي عندها ليفر ديزيز ممكن تشتكي من شويه انيميا، فكل انواع الانيميا ممكن يحصل فيها عادي هايبوكسيا لان كميه الهيموجلوبين بتقل فبيبقى انسفيشنت انيميا. قال لك سعادتك في الوضع ده هنلاقي العيان كالاتي، في الراحه بيبقى ليه شكل، وفي الاكسرسايز والمجهود بيبقى ليه شكل. في الراحه اتريست موضوع الهايبوكسيا مش هيبقى ازمه قوي بالنسبه له، مش هيبقى سيفير. قال لك ليه بقى؟ لان ديورنج ريست بنلاقي في مركب كده في الدم بيكتر اسمه 2 و3 دي بي جي، اللي هو اختصار داي فوسفوجليسريت. خد معلومة على المركب ده، المركب ده لما يرتبط بالهيموجلوبين، الهيموجلوبين يبقى كاره الأكسجين، كأن سبحان الله المركب ده بيكرر كده الهيموجلوبين في الأكسجين، يقول له أنت متجوزها على إيدي وحشة، ده تستاهل ست ستها، كأن الهيموجلوبين الراجل والأكسجين ست يعني، هزر يا ولاد، خلاص؟ فيقول لك الاتنين وتلاتة دي بي جي لما يكتر يكره الهيموجلوبين في الأكسجين، فالهيموجلوبين ما يبقاش عايز يمسك في الأكسجين، يعني الأفينيتي أوف هيموجلوبين تو أكسجين تقل. فالهيموجلوبين يسيب الاكسجين للتيشو فالتيشو يروح للاكسجين، صح؟ فما يشتكيش التيشو من نقص الاكسجين قوي فما يحسش بهايبوكسيا قوي، عشان كده اقول لك هنا بتبقى نوت سيفير. فلما يكتر المركب بتقل الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، فالهيموجلوبين يدي الاكسجين للتيشو. لما الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين تقل بيحصل للاكسجين ديسوشيشن كيرف، لو تفتكروا ارجع للمحاضره بتاعته كده اللي هو ده، يحصل ليه شيفت to the right يبقى بالمنظر كده. ولما يحصل shift to the right يعني معناها الهيموجلوبين يتبرع بالاكسجين للتيشو، يعني يقل الافينيتي. طيب اثناء الاكسرسايز بقى لك موضوع الهيبوكسيا يبقى سيفير قوي قوي قوي، لان ساعتك بتعمل اكسرسايز فبدا الاكسجين نيدز اوف تيشوز، احتياجات التيشوز للاكسجين تزيد، الماسلز عايزه اكسجين عشان تشتغل وهكذا، فبالتالي انت ما عندكش
مش قادر تاخد، صح ولا لا؟ لان العربيات اللي هو لو تفتكر بقى القصه بتاع المصنع السكر، المصنع كده مش مشكله، المشكله كلها في العربيات، العربيات قليله في العدد فمش هتروح، صح ولا لا؟ او اللي بتروح قليله فالبضائع اللي بتروح او الاكسجين يروح للتشو قليل. تعال بقى ناخد رقم 2 في المشكله بتاع الهيموجلوبين لما يكون العدد طبيعي ولكن المشكله في الوظيفه اسمها كواليتاتيف. ساعتها الهيموجلوبين بيبقى فيه ابنورمال فورمز، اشكال الهيموجلوبين مش طبيعيه فبالتالي بتخليه مش قادر يؤدي وظايفه. ودي ثلاث انواع، يا اما نوع اسمه سيو بويزنينج، التسمم بغاز او اكسيد الكربون، او ميت هيموجلوبين او السلفا هيموجلوبين. تعال نشوف الهيموجلوبين هنا سيو بويزنينج، التسمم بغاز او اكسيد الكربون. فكرك بس ان الغاز ده كده بينتج من الاحتراق غير الكامل الكربون او الجازولين، الغاز عموما، صح كده؟ طيب لما احتاج احتراق غير كامل ينتج هذا الغاز بكميه كبيره، لما بينتج يدخل السي او يبقى موجود في الهواء، ولما يدخل يشمه الانسان فيبدا يخش جوه الدم. لما السي او اللي هو اول اكسيد كربون يمسك مع الهيموجلوبين في الدم يعمل لي حاجه اسمها كربوكسي هيموجلوبين، انما السي او 2 يعمل لي حاجه اسمها كاربامينو، يبقى اول اكسيد اللي هو السي او يعمل لي كربوكسي هيموجلوبين. هذا الكربوكسي فيه مشكله، ايه بقى مشكلته؟ قال لك يتسم ان اللي يحب الهيموجلوبين يحب السي او وعنده افينيتي ليه اكتر من الاكسجين 210 مره. تخيل يعني انا لو قدامي الاكسجين وقدامي السي او وانا هيموجلوبين، انا بحب السي او اكتر من الاكسجين 210 مره. يجي الاكسجين ست كده تقول للهيموجلوبين، الراجل تقول له هانت عليك العشره، ده انا اللي بفضل معاك العمر كله وعايش الانسان، تيجي كده السي او تحبه اكتر مني 210؟ قصه مؤثره جدا، هنعمل ايه يا جماعه؟ سبحان الله. فيقول لك ده ميول الهيموجلوبين ليه السي او، صح كده؟ فبالتالي تلاقي بقى كميه السي او اللي بتدخل جوه الجسم بتعتمد على الكميه اللي بتستنشقها والكميه اللي موجوده في الهواء. تخيل كده الهواء بتاعنا اللي احنا بنستنشقه لو في نسبه 1% سي او، ده يخلي كميه الهيموجلوبين اللي مش ماسكه في اكسجين وماسكه في سي او 50% من الايه، من كميه الهيموجلوبين في جسمي. ده لو استنشقت 1% من الهواء، لو 1% من السي او موجود في الهواء، تخيل يقلب لي نص الهيموجلوبين في دمي كله يبقى ماسك في السي او، دي كارثه. تخيل بقى ده يعني يخلي الانسان يشتكي، يبقى دايخ ومش مركز بالاعراض اللي احنا نقولها. ولكن نسبه ال 50% دي لو زادت ل 70 او 80% من الهيموجلوبين بقى ماسك في السي او، ده ممكن يصل لحد الوفاه، اب تو ديث 70 80%. يبقى 50% ده يبتدي يشتكي العيان، 70 80% اب تو ديث يموت العيان. طيب ايه بقى مشكله السي او او الكربوكسي هيموجلوبين او اول اكسيد الكربون لما يمسك في الهيموجلوبين؟ المشكله كلها بقى انه ما بيخليش، يعني انا دلوقتي لو عندي ده جزيء هيموجلوبين اهو، الجزيء الواحد بيقدر يشيل 4 جزيئات اكسجين، تخيل كده. طيب وخد برضو معلومه، الار بي سيز الواحده فيها 250 مليون جزيء هيموجلوبين، تخيل. يبقى الجزيء، يبقى الار بي سيز الواحده تقدر تشيل حوالي 1 بليون جزيء اكسجين، بليون، تخيل، لان فيها 250 مليون جزيء هيموجلوبين، والجزيء الواحد بيشيل 4، يبقى لو ضربنا كده 250 في 4 يطلع لي حوالي ايه، بليون، 1 بليون. طيب ما علينا من العمليات الحسابيه دي، تعال نبدا نشوف هنا السي او لما بيمسك في الهيموجلوبين بيخلوهوش، لو مثلا في مكانين فاضيين والهيموجلوبين ممكن يشيل فيه اكسجين، لو انا مسك عندي هنا سي او، السي او يقول للهيموجلوبين ايه ده؟ انت تمسك في اكسجين موجود؟ تقدر انت بتحبني 210 مره؟ ولا يا باشا ما اقدرش، ما اقدرش امسك في اكسجين تاني، تحب اطلع لك اللي معايا واسيب لك الاكسجين معايا؟ له لا، لا تجيب تاني ولا تفرط في اللي معاك، فشوف لا بيرحم ولا بيرحم. فيقول لك ما يخلوش يسيب الاكسجين ده، تخيل كده. فبالتالي الهيموجلوبين مثبت في الاكسجين اللي معاه بناء على طلب السي او. فيجي الهيموجلوبين معدي من قدام التيشو، التيشو يقول له يا هيموجلوبين ما تديه الاكسجين، له لا لا سي او اي بس ما قال لي ما تدوش لحد ابدا. فبالتالي بيزود الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، ما يخلوش يسيبه للتيشو، فالتيشو يشتكي من نقص اكسجين، يحصل هايبوكسيا بسبب مشكله كلها في الهيموجلوبين، صح؟ لما يحصل زياده في الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين يبدا يحصل شيفت للكيرف بتاع الاكسجين ديستريشن كيرف تو ذا ليفت، شيفتنج للاكسجين ديستريشن كيرف تو ذا ليفت. ارجع للمحاضره بتاع الاكسجين ديستريشن كيرف، مهمه جدا. تعال ناخد النوع الثاني، قبل ما ناخد النوع الثاني، الناس اللي عندهم سي او بويزنينج
اشتكوا من ايه؟ اول حاجة العيان ده يبقى عنده اتشيري ريد كالر في السكين والميوكس ممبرين، تلاقي وشه وشفايفه السكين والميوكس ممبرين عموما تلون باللون المحمر، تشيري ريد كالر زي لون الفراولة كده، او لون الكريز، عارف اللي هو كريز احمر شفايف، هو ده. رقم 2، القلب هيبتدي يزود المجهود بتاعه وشغله عشان يحاول يعوض نقص الاكسجين ده، يبقى في زياده في الكارديك اوتبوت. طبعا انت متصور ان العيان في الوقت ده هيبتدي ينهج ويحصل له هايبر فنتيليشن، لا مفيش هنا هايبر فنتيليشن، لان البريفرال كيمو ريسبتور مفيش حاجه تعمل لها ستيميوليشن. خلاص كده ليه بقى؟ لان الاكسجين في الدم مش ناقص، هو المشكله كلها ان الهيموجلوبين مش راضي يسيب الاكسجين على التيشو، انما ضغط الاكسجين في الدم طبيعي، فما فيش حاجه تعمل استيميليشن للبريفرال كيمو ريسبتور، اللي لو اشتغلت بتشغل مركز التنفس فتخليه يتنفس زياده، ده مش هيحصل. فتلاقي الانسان ما بيحصلوش هايبر فنتيليشن. اخر حاجه يشتكي منها العيان ممكن يبقى عنده احساس بقى بالغثيان عادي جدا، عنده نوزيا، عنده هيدك، صداع، ممكن يبقاش بسبب نقص الاكسجين مش في دمه اللي راح للتيشو، هو اللي ناقص، فيبتدي يشتكي من لوس اوف كونسنتريشن، مش مركز. طيب عيان بقى سي او اعالجه ازاي اللي عنده تسمم بغازه او اكسيد الكربون؟ ايه طريقه العلاج بتاعته؟ عد معايا. احنا كفيرست ايد بنبدا نعلم الناس كده، اول حاجه ما تروحش تحاول انك تشد العيان، صح كده؟ امال ايه؟ اول حاجه اقفل مصدر الغاز. لو انت في البيت مثلا دخلت خبطت على اخوك في الحمام ما بيفتحش، فخبطت برده ما فتحش وما بيردش، فتكسر تلاقيه مرمي، وتلاقي السخان المكان معبي غاز، ما تقعدش بقى تشد فيه، لانك وانت بتشده هتستنشق كميه، الكميه اللي استنشقتها تخليك تلقط جنبه، صح؟ فمحتاجين حد تاني تشده معانا. فنعمل ايه؟ اول حاجه اجري في مصدر الغاز، ورقم 2 افتح الشباك. فتبدا يقول لك ايه؟ تبدا تعمل حاجه اسمها ترمينيشن للاكسبوجر لمصدر الايه؟ لمصدر الغاز، وتشيل مصدر الغاز بتاعك. ده كده رقم 1. رقم 2، تعمل artificial respiration، تنفس صناعي. عارف انت كده هاني رمزي في الفيلم بتاع ابو العربي بيقول اكسجين اكسجين كده، تنفس صناعي. خلاص تنفس صناعي ممكن يبقى mouth to mouth breathing، او لو انت في المستشفى ولا حاجه مؤقتا بنبدا نحط الماسك اللي بنبدا نأنبك بيه زي ما انتم بتشوفوا في المسلسلات او الافلام كده. رقم 3، نبدا ندي اكسجين ثيرابي. الاكسجين ثيرابي بقى ندي يا اما بيور اكسجين 100%، يا اما اكسجين، يا اما غاز في 95% اكسجين و5% سي او 2. اشمعنى؟ لان السي او 2 بيقدر يعدي للبرين وياثر على مركز التنفس فينشط النفس عند الانسان عشان يرجع يتنفس من تاني. او ممكن نديله الاكسجين تحت ضغط عالي عشان يبدا يدخل الاكسجين ويزق السي او من الهيموجلوبين، فبنسميه هايبر باريك اكسجين، يعني اكسجين تحت ضغط ايه؟ تحت ضغط عالي. 4، ممكن ننقل له دم بلاد ترانسفيوجن. 5، والعيان ده يبقى واخد كومبليت ريست فور اورز، يبدا يريح له شويه ايه؟ شويه ساعات. تمام كده؟ ده بالنسبه للنوع اللي اسمه سي او بويزنج. النوع الثاني او المشكله الثانيه الميتهيموجلوبين. المفروض يا جماعه الطبيعي الهيموجلوبين اللي في دمي خلاص بيبقى عباره عن هيم وجلوبين، الهيم حديد، الحديد اللي فيه بيبقى فيرس ايرن، حديد ثنائي. الميتهيموجلوبين بيتحول فيه الثنائي الثلاثي، الفيرس الى فيرك، الفرس الى ايه؟ الى فيريك ايرن. طب ده مشكله جدا. طيب هو ده ممكن يحصل ليه؟ ازاي يعني؟ بص كده معايا، اللي يحول ده لده الالكس شويه اوكسيدايزنج ايجنتس، مواد مؤكسده، بالذات الادويه بقى زي نايتريتس، زي الكلوريتس اللي بتحماشي، الحاجات دي لو انت واخد كيمستري ولا حاجه وفارما تعرفها. قال لك طيب ليه دول بقى لما بيحولوا الثنائي الثلاثي ما بيعرفش يشيل الهيموجلوبين، ما بيعرفش يشيل اكسجين؟ لان الثلاثي مش معد ان يشيل اكسجين، صح كده؟ حلو جدا. يبقى احنا عندنا الهيموجلوبين، هيموجلوبين الهيم يشيل عليه الاكسجين والجلوبين يشيل عليه السي او 2. طب الهيم فيه مشكله، الثنائي الثلاثي ده ما بيعرفش يشيل، فبالتالي يبقى فيه نقص في الايه؟ في الاكسجين. اشتكي العيان ميت هيموجلوبين بقى، تلاقي شويه ساينز علامات عليه تلاحظها جدا تعرف ان هو ميت هيموجلوبين. ايه هي بقى؟ هتلاقي عنده جراي او جرايش بلو كلر في السكين ميوكس ممبرين، بيشبه اللون الازرق شويه او رمادي مزرق، بيشبه بالظبط زي الساينوزز او العيان اللي بيبقى ايه؟ اللي بيبقى مزرق. ده بالنسبه للاعراض او العلامات اللي ممكن تشوفها على عيان الميت هيموجلوبين. تعال نروح للنوع الثالث من الكواليتيف اللي هو السلفا هيموجلوبين. السلفا هيموجلوبين ان الهيموجلوبين بقى ماسك فيه مجموعات كبريت فنسميه سلفا هيموجلوبين. ده بيحصل بسبب الادويه اللي بتحتوي على سلفا. تسمع بقى السلفر اللي يقول لك في الادويه دي فيها سلفا، او ما تداش عشان عيان عنده حساسيه من السلفا، هو ده الفكره فيه.
فالسلفة لو مسكت في الهيموجلوبين تخليه مش قادر يشيل اكسجين. طيب ايه الساينز اللي تظهر على العيان ده يبقى عنده حاجه اسمها ليدين كلر في السكينو ميوكس ممبرين، وليدين جاي من اللد الرصاصي، يبقى عنده متلون السكينو ميوكس ممبرين باللون الرصاصي، برضه بيبقى فيه شبه السيانوزس او الزران شويه ولكن لونه رصاصي في السكين والميوكس ممبرينز. تمام، ده بالنسبه للنوع الثاني من الهايبوكسي الا وهو الانيميك هايبوكسي. تعال بينا نتكلم عن ثالث نوع من انواع الهايبوكسيا الا وهو الاستاجننت او الاسكيميك هايبوكسيا. طيب يحصل ازاي وايه اللي بيتصف بيه؟ طبعا هنا هنبص، تخيل كده ان انا عندي ده الليفت سايد اوف ذا هارت، الليفت فينتريكل بيضخ الدم في الاورطه، الاورطه يبدا يودي للكابيلاريز يعمل اكستشينج مع التيشوز وبعد كده يرجع عن طريق الفينز للرايت سايد اوف ذا هارت، فده الرايت سايد. هل النوع ده فيه مشكله ان الاكسجين ناقص في الدم؟ ابدا، يعني الاكسجين بيطلع من الدم هنا عادي جدا، يبقى الارتيريال بلاد بيبقى فيه البارشال بريشر بتاع الاكسجين نورمال. طيب هل كميه الهيموجلوبين في الدم قليله؟ لا طبعا. طيب يبقى نورمال هي كمان. الحاجه الثالثه يقول لك البلاد فلو اللي رايح للتيشوز هو اللي بيقل، يبقى المشكله يا اما ان الدم اللي رايح للتيشوز رايح قليل عشان السكه ضيقه او رايح بطيء، يبقى فيه يا اما سلو بلاد فلو يا اما لو بلاد فلو، يا اما رايح قليل يا بطيء. طيب ايه بقى الاسباب اللي تعمل كده؟ قال لك اسباب عامه تبقى في كل الجسم فتاثر على كل التيشوز بتاع الجسم اللي عليها جنرالايزد، يا اما اسباب في منطقه معينه عند تيشوز معين خلاص فده يبقى لوكالايزد. الجنرالايزد بالنسبه لي قال لي بيتصف ان هيبدا يقل فيه الكاردياك اوتبوت، كميه الدم اللي بيضخها القلب في الدقيقه، صح؟ هتبدا تقل. طب ايه الاسباب اللي تعمل كده بقى؟ يحصل في مين؟ في الناس اللي عندها يا جماعه هارت فيلير او فشل في عضله القلب. ساعتك تخيل كده واحد عنده ليفت سايدد هارت فيلير، عضله القلب الشمال مش شغاله فمش بتبمب البلاد، فالبلاد مش بيمشي يروح للتيشوز، فالتيشوز بيروح لها دم قليل وببطء قوي. طيب يبقى ده في الهارت فيلير، فبالتالي الدم اللي رايح لكل التيشوز بيأثر عليها مينلي بقى الفيتال اورجانز اللي في جسمي، البرين والهارت والليفر والليفر والكدني، تمام؟ ده الفيتال اورجانز اللي يأثر عليها. طيب النوع الثاني اللي اسمه لوكالايز، احنا كده خلصنا من الجنرالايز يحصل في الهارت فيلير. طيب طبعا هتاخد ان شاء الله في البطنه بقى الهارت فيلير بانواعها وهكذا. اللوكالايز قال لك يحصل بسبب فاسكولار اوبستراكشن، ان في انسداد في الوعاء الدموي اللي بيروح يغذي التيشو ده، فده يبقى في الوعاء الدموي اللي رايح للحته دي بالذات، فقلنا عليها لوكالايزد. طيب الفاسكولار اوبستراكشن يحصل ازاي؟ يا اما في الارتري او في الفين مش فارقه، تخيل كده ان ده ارتري يبدا يحصل فيه ثرومبس، خلاص جلطه بالمنظر ده، يبقى عن طريق ثرومبوزس. ايه تاني؟ او حد عنده تصلب شرايين، الدهون بتترسب في جدار الشريان، ولما بتترسب المسافه اللي بيعدي فيها الدم بتضيق بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ادي ده عباره عن ايه؟ اثيروسكليروزس، تصلب شرايين. طبعا يا ده يا ده مش هيبقى الاثنين مع بعض، اهو الدم اللي بدا يعدي هنا بدا يبقى قليل. او واحد عنده امبوليزم، الامبوليزم دي يا جماعه زيها زي الثرومبس، بس الامبوليس هي ممكن تكون اير او فات وهكذا، انما الثرومبس بتبقى دم، يبقى جلطه دمويه، انما دي حاجه زي الجلطه بتسد بس مش من الدم، غالبا هتلاقي اما فات يا اما اير امبوليزم. طيب يبقى ده كده بالنسبه ليه الدم هيمشي هنا بطيء، فلما يبقى بطيء يحصل له ستاجنيشن، ركود، يبقى راكد، فلما يحصل له ركود نقول عليه ستاجننت، والدم بالتالي هيروح قليل هنا، فلما يروح قليل هنا يبقى فيه اسكيميا عند التيشو، فنسميها اسم تاني اسمها اسكيميك هايبوكسيا. ده بالنسبة لي تالت نوع من انواع الهايبوكسيا. طيب العيان ده يشتكي من ايه؟ عيان الاستاجننت هايبوكسيا ده قال لك على حسب هو جنرالايزد ولا لوكالايزد، سواء كده وكده يشتكي من سيانوزس بس بيختلف. السيانوزس ده يا دكتور؟ ان شاء الله ده الموضوع اللي جاي، اللي هو ان الانسان بيزرق، بيحصل بلوش ديسكالريشن للسكن والميوكس ميمبرينز. فيقول لك لو انت السبب جنرالايزد هتلاقي سيانوزس جنرالايزد في الجسم في مناطق كتير، لانه الاكسجين ناقص في الجسم عامة. طيب انما لو لوكالايزد هتلاقي السيانوز زرقان ده في منطقه معينه، هي المنطقه بس اللي ناقص عندها الدم، يبقى يشتكي من سيانوزس جنرالايزد لو هو جنرالايزد كوز، ولوكالايزد لو هو لوكالايزد كوز. صعب الكلام ده؟ تعال ننتقل للنوع الرابع والاخير. قبل ما نروح للنوع الرابع، شفت نسكافيه بس
عشان يا ولاد يعني لازم كل محاضرة اشرب كوباية، لدرجة ان انا حاسس ان يعني في الشرايين بيمشي نسكافيه جوه بدل الدم. بصوا يا ولاد، النوع الرابع اللي احنا بنسميه هيستو توكسيك هايبوكسيا. هايبوكسيا بسبب ان الهيستو اللي هو التيشو الانسجة بتاعتي في حاجة عملت لها توكسيستي تسمم فموتت حاجة فيها. ايه بقى النوع ده؟ قالك الاسباب اللي تعمل كده يا اما سم اسمه سيانايد، يا اما الالكحول توكسيستي او الناركوتكس، مجموعة الايه الحاجات اللي بتهدي او بتنايم. تعال نبص كده، دي خلية، الخلية دي بيبقى فيها عادي ميتوكوندريا، ادي الميتوكوندريا. المفروض ان الميتوكوندريا دي فيها انزيمز، الانزيمز دي بتساعد الخلية انها تعرف تعمل يوتيلايزيشن للاكسجين، تستخدم الاكسجين. في انزيمين بقى هنا، واحد اسمه سيتوكروم اوكسيديز، والتاني اسمه دي هيدروجينيز. يبقى اتنين ايز، سيتوكروم اوكسيديز ودي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز، الانزيمين دول بيساعدوا التيشو يعرف يعمل يوتيلايزيشن الاكسجين. فاكرين العمال اللي لازم يبقوا موجودين عند الدكان عشان ينزلوا البضاعه؟ هم دول. طيب فكره كلها امتى يحصل بقى النوع ده؟ قال لك لما انسان يتناول حاجه فيها سيانايد، وده بنشوف بقى في الافلام والعصابات لما يحطوا السم لبعض، في سم سيانايد يا جماعه، او الناس اللي بتشرب الكحول بكميه كبيره يصل الى حاله التوكسيستي، الى حد التوكسيستي او التسمم، او الناركوتكس، الناس تاخد ادويه مهدئات بفظاعه قوي دي، هلاقي ان التيشو سيلز ساعتها بتاعتي ما بتقدرش انها تستخدم الاكسجين. ليه؟ سعادتك بوظت لي، قتلت لي العمال او الانزيمز. كل حاجه فيهم مخصصه انها تقتل نوع انزيم، يعني السيانايد بيقتل السيتوكروم اوكسيديز، فهنلاقي ان السيانايد بويزنينج بيعمل انهبيشن. الناقص دي معناه انهبيشن للسيتوكروم اوكسيديز، وبالتالي الخليه مش هتعرف انها تستهلك الاكسجين بتاعي. طيب الحاجه اللي بعد كده، الكحول او الناركوتكس بينهبت الدي هيدروجينيز انزيم، وانا محتاج الاثنين عشان اعرف استخدم الاكسجين او اعمل ما يسمى بالاكسجين يوتيلايزيشن. طيب يا اولاد، حد حصل له تسمم كده عايز الحقه، اعالجه ازاي؟ قال لك السيانايد ده بيتعالج بايه بقى التريتمنت بتاعه؟ بنديله حاجه اسمها ميثايلين بلو. اسمها ايه؟ ميثايلين بلو، او نديله حاجه اسمها نايترايتس. خلاص، دول بقى بيعملوا ايه؟ قال لك يستخدموا في علاج السيانايد بس. ازاي بيعملوا ايه؟ قال لك بيبداوا يخشوا جوه الدم ويتحدوا مع الهيموجلوبين بتاع الدم ويكونوا لي ماده، الماده دي اسمها ميت هيموجلوبين. ايه يا دكتور ده؟ هو ده مش في النوع اللي كان كواليتيف في النوع الانيميك هايبوكسيا وكان وحش؟ ما انا مش يعني مش هخليه الدم كله كده، ده عشان خاطر هعمل حاجه بيه. الميت هيموجلوبين يروح يتحد مع السيانايد، وبدل ما هو كان السيانايد ده مركب توكسيك في الدم، اصبح دلوقتي كون مركب جديد اسمه سيانو ميت هيموجلوبين، وده اصبح نون توكسيك، فكده قللت التوكسيستي اللي في الدم، فيبتدي الانسان الهايبوكسيا تقل عنده واحده واحده. ده بالنسبه ليه رابع واخر نوع اللي هو الهيستوتوكسيك هايبوكسيا. عزيزي الطالب الجميل، بص معايا بقى، تعال نقارن كده ما بين الاعراض اللي بتظهر على عيان الهايبوكسيا على حسب كل نوع، وانا قدمتهم لك بطريقه مع بعض حلوه. اول نوع كده فيهم اللي هو الهايبوكسيك هايبوكسيا، احنا عايزين نعرف سيمتومز اند ساينز. سيمتومز الحاجات اللي انا ما بشوفهاش لازم العيان يقولها لي انا حاسس بكذا، والساينز هي الحاجات اللي انا بشوف عليك كدكتور، صح؟ تبقى واضحه قوي عليه. طيب تعال نبدا بالهايبوكسيك هايبوكسيا. الشخص اصلا اللي مش عارف ياخد اكسجين، يعني المشكله كلها في المصنع اللي بره، صح كده؟ طيب ايه بقى الاعراض اللي تظهر؟ هي قال لك على حسب درجه نقص الاكسجين، بينقص بكميه كبيره فجاه واحده ولا على مراحل، ولما بينقص كميه كبيره ولا صغيره، بتفرق جدا طبعا. تعال ناخد من الاخطر للاقل خطوره. اول حاجه، ايه رايك لو حصل سادن سيفير هايبوكسيا؟ يعني فجاه كنا قاعدين وهوب ضغط الاكسجين قل فجاه قوي، ساعتك متوقع يحصل ايه او يحصل فين الكلام ده؟ قال لك في الاير كابين، الاير بلين كابين، كابينه الطياره. تخيل كده قاعدين في طياره وفجاه باب الطياره يتفتح، فالضغط جوه الطياره يصبح مساوي للضغط الجوي بره، ده احنا في السماء فوق خالص، فالضغط الجوي قليل جدا
فتلاقي ضغط الاكسجين اللي كان جوايا 100 نزل ل20. يا خراشي ل20 طبعا. ساعتها اصلا مش هعرف اعمل جاز اكستشن زي الناس. تلاقي البي او 2 بارشال بتاع البريشر بتاع الاكسجين اقل من 20. يبتدي الانسان خلال، هو قال لك في الكتاب خلال 15 ثانيه، لكن معظم الكتب بتكتب خلال 5 ثواني يحصل لوس اوف كونشسنس، فقد للوعي. 5 ثواني تفقد وعيك، 5 دقايق ده تموت. عشان كده بيقولوا حاجه ظريفه جدا، ايه رايك لو انت مثلا او انت راكب في الطياره ومعاك ابنك او بنتك الرضيع، وفجاه حصل الكلام ده وبينزل، انت طبعا قاعدين على كرسي واحد وبينزل فوقيكي كده ماسك للاكسجين، تحطيه عليك ولا على ابنك؟ طبعا عاطفه الامومه تيجي كده تحطي الماسك ده على ابنك. انت 5 ثواني هتوعي والماسك هيعمل ابو ابنك وهتروح انتوا الاثنين في طيس. طب نعمل ايه يا دكتور؟ يعني بسيطه جدا يا جماعه، يعني الام تحط عليها سنتين ثلاثه تنفس كده على طفلها، سنتين ثلاثه تحطها على طفلها هي الاول عشان تقدر تلحق البيبي، البيبي مش هيلحقك يا ماما. طيب يبقى خلال 5 ثواني بيغمى عليه يفقد وعيه، وخلال 5 دقائق بيموت. طبعا في بعض الكتب كمان تكتب بيفقد وعيه خلال 15 ثانيه، الارقام تختلف من كتب لاخرى. طيب النوع الثاني اسمه اكيوت هايبوكسيا. اكيوت هايبوكسيا هو اقل شويه من السادن سيفير، يعني ضغط الاكسجين بيتراوح من 25 ل 40 ملم مركري. طب ده حلو شويه يعني هين. العيان يشتكي من ايه؟ قال لك يحصل له اعراض نفس الناس اللي عندها الكحول انتوكسيكيشن، يعني نفس الاعراض اللي شربك الناس اللي شربك وحلو بكميه كبيره جدا وماشيه مدروخه ومش قادره خالص. الاعراض اللي تشوف عليها اوصف بيها تحصل هي نفس عيان الاكيوت هايبوكسيا. طيب يشتكي من ايه؟ تعالى كده نبدا نقسمهم 4 في السي نس او البرين و2 في الجي اي تي ونفهم ليه. اول حاجه العيان ده عنده نقص اكسجين فيبقى مدروخ، عنده بور منتال جادجمنت ما تقدرش تحكم ان هو في كامل القوى العقليه دلوقتي، عنده يوفوريا حاسس ان هو صوته منشكح كده. طيب اخر حاجه يبقى مصدع هادك. كل الحاجات دي، كل الحاجات دي يا دكتور. طيب في بقى حاجتين كده في الجي اي تي يبقى عنده احساس نوزيا فومتنج. سبحان الله لو انت جيت تاملت كده في الحته دي قول الاول سبحان الله ونقول سبحان الله تاني بعد ما نقولها. ليه العيان اللي عنده هايبوكسيا دايما عنده احساس بالغثيان وابنه بيرجع وفومتنج؟ عشان خاطر في قصه ايثار رهيبه ما بين اعضاء جسم يا جماعه. ليه بقى؟ مين اهم عضو في جسمي في وقت الهايبوكسيا اللي لو مات بعده كله هيموت؟ البرين يا جماعه. فيبدا كل الاعضاء تقول لك تودي لها كده اكسجين، تقول لك لا 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 انا اوفر الاكسجين بتاعي للبرين، يحيى البرين هو الاهم. شوف الايثار يا جماعه. طيب ايه الايثار في كده؟ يجي الجي اي تي لو هو فيه اكل هيبتدي يشتغل ويهضم يستهلك الاكسجين. طب وبعدين احنا مش عايزين فيه اكل، يوم الجي اي تي يقول لك لا خد الاكسجين انا الاكل اللي فيه انا هرجعه عشان خاطر ما اضطرش ان انا احتاج اكسجين. يا سبحان الله، هترجع الاكل بتاعك عشان ما تضطرش انك تشتغل فتاخد الاكسجين من البرين. فيبقى عندك احساس نوزيا والفومتنج عشان الجي اي تي يفضى من غير الاكل، ما يبقاش فيه اكل. ده كان بالنسبه لي الاكيوت. طيب ايه رايك بقى في الكرونيك هايبوكسيا؟ الكرونيك معناها ان الدنيا يعني افضل شويه، ضغط الاكسجين تقريبا من 40 ل 60 ملم مركري. طب ايه الاعراض تظهر على العيان، السيمبتومز في العيان ده؟ قال لك بسيطه، برضو عنده دراوزنس وعنده هيدك وعنده نوزيا، نفس الحاجه بتاع سي ان اس، ولكن زود عليهم العيان ده عنده انوركسيا، ما مش قادر ياكل، نفسه مسدوده لانه لو كان جي اي تي هيشتغل، فهو عايز يوفر شغل الجي اي تي. يبقى عنده انوركسيا وعنده ديسنيا، حاسس ان هو بينهج نهجان مش قادر ياخد نفسه زي الناس لان الاكسجين في جسمه قليل. ده كده بالنسبه للسيمبتومز. طب ايه الساينز، العلامات اللي انا اشوفها على العيان ده كدكتور؟ بسيطه، هايبوكسيك هايبوكسيا، الاكسجين ناقص في الدم، تلاقي ساينوزد، صح ولا لا؟ يعني تلاقي عنده جنرال ساينوزس في جسمه عموما. طيب ده كده بالنسبه للهايبوكسيك. الانيميك هايبوكسيا قلناها بس نجمعها كده على طول، تختلف على حسب الـ طبعا بتحصل فيه الكواليتيف اكتر اللي هو الكيفي، الاكسجين الهيموجلوبين موجود بس مش شغال كويس، تحصل مع سي او بايزنينج الميت هيموجلوبين او السلفا هيموجلوبين. اتفقنا ان السلفا هيموجلوبين والميت هيموجلوبين بيلونوا العيان، السلفا يلونوا لون الرصاص اسمه ليدن كلر، اما الميت هيموجلوبين اسمه جريش بلو كلر اللي هو اللون الرمادي المزرق. طيب والاثنين بيشبهوا كان الانسان عنده ساينوزس. السي او بويزنينج كان بيتسم بحاجه مهمه جدا جدا، هي اهم حاجه، السي او بيبدا بالسي، عنده تشيري ريد كلر لون الايه، حبه الكريز، وبعد كده عنده زياده في الكارديك اوت بوت عشان يحاول القلب يعوض نقص الاكسجين، عنده طبعا هيدك بسبب نقص الاكسجين طبيعي جدا، البرين لو ما راحلوش اكسجين يصدع خلاص، والنوزيا واللوس اوف كونشسنس عرفنا ليه ممكن يحصل له نوزيا وليه ممكن يفقد الوعي. طيب ده كده بالنسبه للانيميك هايبوكسيا. طب الاستاجننت يحصل له ساينوزس، وتختلف على حسب هو كان جنرال ولا لوكالايزد. لو هو جنرالايزد
كوز يعني عنده هارت فيلير يبقى العرض يبقى جنراليز ساينوزس، لو كان لوكالايز ذا كوز يبقى لوكالايز ساينوزس. الهيستوكسيك هايبوكسيا العيان ده ما بيستهلك ما عندوش انزيم يستهلك يستخدم الاكسجين ده يصل لحد الانسان ده ممكن يموت، بالذات ان انا الخلايا بتاع البرين عايزه الاكسجين مش عارفه تستخدمه فيبدا البرين يموت واحده واحده. ده بالنسبه للساينز والسيمتومز بتاع الاكسجين الساين ده بالنسبه للساينز والسيمتومز بتاع الهايبوكسيا. ساعتك تسالني سؤال جميل جدا، دكتور هل الاكسجين لو انا اديته هل هيفيد العيان في كل انواع الهايبوكسيا؟ على حسب النوع. فقالوا ان الاكسجين ثيرابي بيتقسم الى ثلاث حاجات، ممكن يكون هايلي بنفيشال مفيد حلو جدا في نوع، وليس بنفيشال يعني ها يساعد في نوع، ونوت بنفيشال خالص ما يساعدش في نوع. طيب ايه النوع اللي ما يساعدش فيه؟ تعال نشوف. نوت بنفيشال في الهيستوتوكسيك، يعني انا دلوقتي لما ادي اكسجين العيان وادخله للدم ويروح عند التيشو، هل لو الميتوكوندريا انزيمز اللي فيها لسه بايظه او توكسيك هل هعرف اخد الاكسجين؟ لا، فمهما تعبيه اكسجين مش هتفيده، مستحيل. فيبقى نوت بنفيشال في حاله الهيستوتوكسيك. طيب بنفيشال قوي وحلو جدا في مين؟ قالك في الناس اللي عندهم هايبوكسيك. هايبوكسيا الله يا دكتور، ده كان بيحصل بسبب يا اما نقص الاكسجين في الهواء الجوي يا اما مشاكل في اللونج وقت سنه 1 2 3 4. هل في كل الحاجات دي؟ لا، في حاجات معينه من الهايبوكسيك هايبوكسيا. لو كان السبب اول حاجه نقص الاكسجين بره اللي هو نقص الاتموسفيريك اكسجين، الناس اللي كان في الهاي التيتيود لو اديتها اكسجين تتحسن، الناس اللي في المناجم تحت لو اديتها اكسجين تتحسن. طيب مين تاني؟ الناس اللي عندها هايبوفنتيليشن او امبيرد فنتيليشن اللي ما كانوش عارفين ياخدوا هواء زي الناس للاسباب الكتيره اللي احنا قلناها وقسمناها، لو اديتهم اكسجين بتساعد المصل مش عارفه تاخد اكسجين، انا بديهولك فالاكسجين يدخل يحل الموضوع، صح؟ يعني المشكله كلها مش في حاجه في الدم، المشكله ان انا اصلا مش عارف ادخل الاكسجين. خلاص يا عم انا بديهولك جاهز اهو، صح كده؟ طيب الحاجه الاخيره بقى، قالك لو في امبيرد ديفيوجن، لو انت بتديه ومش عارف يعدي، صح؟ طيب انا لو اديتهولك خلاص لما تديه بكميه كبيره فرصه اللي يعدي للدم تزيد فيبدا يتعوض موضوع الهايبوكسيا. الفكره كلها بقى بيبقى ليس بينيفيشال او اقل فعاليه بقى خالص شويه في الناس اللي عندها هايبوكسيك هايبوكسيا بسبب الايفي شونت. يعني تخيل كده الايفي شونت كان واحد عنده لو ده كده الرايت سايد والليفت سايد، ادي الليفت فينتركل بالاورطه وادي الرايت سايد اوف ذا هارت. تخيل كده احنا عندنا هنا في اس دي اللي هي ثقب في القلب، فالدم بيعدي من هنا لهنا، صح؟ مش ده كان الايفي شونت؟ حلو جدا. الشونت دي هل انا دلوقتي لما ادي لك اكسجين انت بتتنفس اكسجين عند اللونج، هل اصلا الدم عارف يروح كتير لللونج يتاكسج؟ لا، الدم قبل ما يطلع كده بيروح للليفت غير مؤكسج، فكده كده لو اديته اكسجين مش هيفيده قوي يعني، صح كده؟ طيب او الناس اللي عندها انيميك هايبوكسيا، يا جماعه المشكله كلها مش في ان الاكسجين ناقص، المشكله كلها ان انا في اكسجين بس مش لاقي عربيات تشيل، صح ولا لا؟ فمش هيبقى فعال قوي فيها. حاجه ثالثه الاستاجننت. طب يا عم الاستاجننت انا دلوقتي هل في نقص اكسجين اصلا وانا باخده؟ لا. طب هل في عربيات ناقصه؟ لا. طب هل في المشكله كلها الدم هنا الار بي سي زي هي يا جماعه موجوده عادي جدا خلاص، وشايل الاكسجين جواه الهيموجلوبين، شايل الاكسجين بتاعه ما فيهوش اي مشكله، المشكله كلها مش عارف يوصل. طب انا لو اديت اكسجين ودخل هل هيفيد بحاجه؟ لا، فيبقى ليس برضو بينيفيشال اقل فعاليه شويه. تمام، ده كده تاثير الاكسجين ثيرابي على انواع الهايبوكسيا الاربعه. اتمنى الموضوع يبقى مفيد ومهم جدا 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 موضوع الهايبوكسيا لاي ميديكال فيلد، اي طالب مجال طبي سواء طب صيدله اسنان. ان شاء الله محاضره جايه نشرح موضوع الساينوز. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.